مساء الخيرات، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وهو جديد، مساء يوم الثلاث في مصر. النهارده الثلاث بتاريخ 18 يناير، 18/1/2011. ازيك يا مولا؟ اهلا يا تامر. مساء النور، بنرحب بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ونتمنى انكم تكونوا النهارده مستمتعين بالجو. صحيح امبارح المطره كانت مغرقه الدنيا، النهارده برضو في بعض المناطق كانت المطره كانت شديده، الجو كان برد جدا، لكن نتمنى ان يعني على بكره ان شاء الله الجو يعني يتعدل ويبقى جميل، وشمس الشتاء ترجع جميله دايما لمصر. انت طبعا بتكلمي على المستمتعين في الجو في الصومال، احنا مفيش حد في مصر مستمتع بالجو الرائع اللي احنا فيه. انا بقول لك بكره، نتمنى بكره ان شاء الله. لا هم يعني بيقولوا برضو ان غالبا بكره هيستمر التقلب وسوء الاحوال الجويه على عهده الارصاد المصريه. والحقيقه كنا زمان بنتريق، والحقيقه لازم تقال، كنا زمان بنتريق على الارصاد المصريه لانها دايما كانت بتقول العكس. يعني دايما كانت تقول لك بكره يوم ماطر وهتنزل الصبحيه نار شمس وحر، لكن الحق يقال بقى لها كام سنه الدنيا مظبوطه جدا في الارصاد. وبيقولوا قبلها باسبوع يا جماعه خدوا بالكم يوم الاربعاء والخميس والجمعه هيحصل تقلبات، يوم الاربعاء تحصل، هي ناقص بس ان هم يقولوا لنا الساعه كام. يعني بره في انجلترا بيقولوا لهم الساعه 4:22 دقيقه هتنزل المطر بجد، الناس تبقى ماشيه لحد 4:30 عادي، ويفتحوا الشمسيات 4:30 وعش ودقيقتين يبتدي بس المطر. عايز اقول لك على حاجه، احنا يعني كذا مره في الحقيقه احنا كنا بنتكلم مع الدكتور عادل قطب، طبعا علي دكتور علي قطب، كنا بنتكلم عنه انه بنتكلم معاه لان احنا فعلا عايزين نبقى زي بره ونعرف في خلال اليوم يعني كمان ساعه او ساعتين ايه اللي هيحصل. هو في الحقيقه بيقول لنا، هو بيبقى على اتم استعداد ان هو يقول لنا على الحاجات دي، بس الاعلام هو اللي يبتدي يعني ينشر الكلام. صحيح. ده فيعني الغلط مش عليه، على الاعلام. والله مش عارف الغلط على مين بس في النهايه وانا شفت النهارده لاول مره، وانا كنت اصلا مسافر الاسبوع اللي فات لما قالوا ان الدنيا مطرت تلج، النهارده شفت التلج وبينزل. ما اعرفش انا اصلا انا من سكان احياء مدينه نصر. فين في اي منطقه كان بينزل التلج؟ مدينه نصر. عندنا عايز الشارع نفسه يا ريت عشان نروح. النهارده سمعت الدنيا بتشتي جامد وبتمطر جامد، ففتحت البلكونه لقيت فعلا قطع من التلج، و يعني هو مشهد حلو، شعور مش حلو، بس مشهد من ورا الستاره رائع ان انت تشوف كتل التلج بتنزل كده، يعني بتحسسك بالانتعاش، احساس بالانتعاش. لكن طبعا الجو برد جدا، ومش عارف غريب جدا البرد في البيوت اسقع من الشارع. يعني تنزلي الشارع تتدفي شويه، لكن تبقى قاعده في البيت لازم تقعدي تحت 3-4 بطاطين وناس مولعه الدفايه والرواب. ربنا يصلح الحال، احنا مش بتاع الحاجات دي، والشارع بتاعتنا مش مجهزه ولا مكيفه للامطار والسيول دي، بنغرق في شبر ميه، فربنا يعافينا مع انها بتبقى غيث وغوث في دول كتيره. انا شفت في السعوديه كنت مره بعمل عمره، المطر نزل الناس الستات زغرطت والناس سقفت، بيعتبروها يعني خير، يقول لك المطر خير، ما حصلش، وهو غيث يعني غيث ان هو ربنا بيغوثنا بهذا المطر. في دقيقه واحده قبل ما نخش على اخبارنا وهي الحقيقه دسمه وساخنه جدا، ومجموعه من الحوارات كمان مع زميلتي منى ان شاء الله تستمتعوا وتستفيدوا بيها، لكن عايز اكلم عن الكابتن حسن شحاتة وفوز منتخب مصر بدوره حوض النيل اللي يمكن احنا ما اتكلمناش عنها اثناء اقامتها، لان احنا عارفين انها في النهايه دوره وديه وليها طابع سياسي وطابع رياضي، والحمد لله استفدنا جدا سياسيا ورياضيا بنجاح هذه الدوره وبحصول منتخبنا على المركز الاول فيها، وده كان الشيء الطبيعي، ما حدش كان بيقول ان احنا بنتنافس فيها. لكن انا مستغرب الحقيقه، واتكلمنا فيها على اطار انها معسكر اعدادي لمباراه امريكا التجريبيه ثم المباراه المرتقبه المصريه قدام جنوب افريقيا في شهر مارس ان شاء الله اللي هي عنق الزجاجه عشان تاهلنا لنهائيات كاس الامم الافريقيه 2012. لكن انا استغربت جدا الحقيقه، وانا مش من طبع ادافع عن الكابتن حسن شحاتة او اتكلم بلسانه، لكن استغربت فعلا من كم الانتقادات اللي وجهت له امبارح واول امبارح على فوزه بهذه الدوره، ودي دوره هزيله ومالكم فرحانين قوي يا منتخب مصر ويا كابتن حسن شحاته. يعني هو المطلوب ان نتغلب ولا ايه؟ انا مش عارف، يعني هو للاسف احنا في ناس بتحب تصطاد في الميه، مش هقول لك العكره لان هي ميه مش عكره، دي ميه حلوه. يعني انت في النهايه عامله دوره ليها طابع سياسي واهميه سياسيه كلنا عارفينها، التئام وادي النيل تاني، ومصر تحتضن دول حوض النيل تاني علشان نزيل بعض الخلافات العالقه. صحيح. بالاضافه الى ان اساسا احنا كرويا في منطقه جغرافيه واحده، فلازم نشترك ونستعد ونتفاعل مع بعض. ثم احسن فرصه ان هو يجرب عناصر جديده، وافرزنا احمد سليم فارج والسيد حمدي واحمد بلال وعمرو السوليه وابراهيم صلاح وشيكابالا اللي تالق لاول مره مع المنتخب وادانا بشره خير ان المستقبل رائع، وابو تريكه عدل مستواه، يعني انجازات ومكاسب بالجمله.
زي ما حسن شحاته قال لهم انتوا كنتوا طالبين ان انا عشان بطوله سهله وفرق ضعيفه اطلع استلم كاس البطوله وانا مكشر او ادمع، اقول لهم لا انا ممتنع عن استلام كاس البطوله. بالعكس، وهيتكتب في التاريخ ان اول دوره حوض نيل فازت بيها مصر زي سنه 57 اول بطوله امم افريقيه فازت بيها مصر. فرفقا بحسن شحاته ورفقا بالمنتخب، اذا كنا بنقول احنا عايزين ندعمه لحد ما نعدي عنق الزجاجه، ارجوكم الدعم ما يبقاش بالشكل ده. لا مش رفقا بحسن شحاته كابتن الجميل والكبير، لا يعني رفقا بمصر، يعني حب مصر بقى. هو احنا ما ينفعش كده يعني، ارجوكم بلاش بقى الطريقه والكتابات اللي بتجيب احباط لناس كتير دي، يعني نتبسط ونفرح بقى. طيب بما ان احنا كده تايم للمقدمه، ممكن نخلي بفقرات والاخبار في مفاجاه، نخليها مفاجاه. اه رايك؟ طب عناوين بس عشان في ناس بتبقى حابه. يعني مبدئيا عندنا مجموعه من الاخبار، من ضمنهم ضيف اخبار مع تامر الاستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار. النهارده حصلت مجموعه من التعيينات الصحفيه، مجلس الشورى اقرها، وواحد من اهم المناصب التي شغلت ثم امتلأت منصب رئيس تحرير جريده الاخبار الاستاذ ياسر رزق، اللي كان بيشغل منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون وحقق فيها نجاحات جميلة. والحقيقة كل العاملين في الإذاعة والتلفزيون في المجلة زعلانين اللي تركوا ليها. تولى منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وياسر رزق مش غريب على الأخبار، هو ابن مؤسسة الأخبار، هو بس كان يعني مش منتدب لكن كان كده إعارة في مجلة الإذاعة والتلفزيون. وأهلا بيه في مؤسسة الأخبار، حنستضيفه ونشوف ماذا يمكن أن يفعل واحد من أبناء هذه المؤسسة في واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية المصرية. من ضمن أيضا ضيوف الأخبار الدكتور خالد سري سيام، هو رئيس البورصة المصرية. حضراتكم طبعا عارفين النهاردة البورصة المصرية ومبارح في الحقيقة سجلت يعني أدنى هبوط ليها من 7 شهور. ده حوار مهم قوي، الناس كلها بتسأل عنه. حقيقي، لأن في إشاعات كتير بتقول انه ده بسبب الاحداث السياسيه، بسبب الناس اللي يعني الحدث اللي حصل امبارح امام مجلس الشعب، محاوله شخص يعني حرق نفسه، وفي نفس الوقت خوف المستثمرين الاجانب وابتدوا يبيعوا الاسهم بتاعتهم. ده سبب. السبب الاخر او ده راي، الراي الاخر ان ده موسم جني الثمار بالنسبه للبورصه المصريه. مهم قوي ان احنا لما يبقى فيه اشاعات ويبقى فيه كلام كتير واحنا مش عارفين، مهم قوي ان احنا نجيب صاحب الشأن نفسه المسؤول عن البورصه المصريه، رئيس البورصه المصريه، عشان هو بنفسه اللي يقول لحضراتكم بمنتهى الصراحه ايه اللي حصل في البورصه النهارده وامبارح. وبالمناسبه موضوع الناس اللي بتولع في نفسها دي هنتكلم عنها تفصيلا في الاخبار، لانها الحقيقه هي الموضه الجديده. انا مش عايز اتريق الحقيقه، ومش عايز ابقى سخيف ولا اتكلم عن الحكومه ولا التقصير ولا الناس، لكن في النهايه شيء مؤسف جدا اللي بيحصل، شيء مؤسف جدا، سواء من اللي بيعملوا كده او من اللي بيسيبوهم يعملوا كده او اللي خلوهم بسبب كده يعملوا كده. الكلام واضح، لكن في النهاية هي موضة جديدة، موضة سخيفة جدا، ما ينفعش تبقى يعني حلوة نفس الوانة كده. الروح البشرية أغلى من أن احنا نلعب بيها لأي مكاسب سياسية أو حتى بسبب أن أنا مظلوم في طرق كتيرة غير أن أنا أضحي بنفسي وأعمل هذه الحالة من حالات الانتحار، هي في النهاية انتحار. صحيح. أول فقرة في البرنامج مع تامر عن أزمة إعلانات الطرق اللي تكلمنا مزبوط. عنها كتير. تكلمنا عنها كتير وطلبنا مجلس الوزراء إن هو يتدخل ويوضح المسألة. طلبنا الدكتور نظيف شخصيا رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء اللي بنكن له كل تقدير، يا دكتور نظيف في أزمة حقيقية بسبب الإجراءات اللي اتخذتها بعض المحافظات ومنها محافظة القاهرة بإزالة إعلانات الطرق داخل المحافظة وعلى الطريق الصحراوي. إعلانات الطرق دي صناعة من أهم الصناعات، صناعة الإعلان في مصر، بيشتغل فيها حوالي 130 شركة وبيخدم عليهم تقريبا 100 شركة كمان، اللي هي الشركات اللي علاقة بالطباعة والحبر والأوناش والبنات البدرز اللي بتتعلق واللحام والحديد وكل الصناعات المكملة. صناعة بنتكلم عن 35 ألف مشتغل فيها، وبنتكلم عن 3 مليار جنيه هي رأس مال هذه الصناعة سنويا. كل دول يروحوا بجرة قلم او حتى من غير جرة قلم، ده مجرد بكلمة، يا ريت نفهم ما هو السبب. النهاردة معايا ضيوف كرام من ارباب هذه الصناعة، ومعايا احد اعضاء مجلس الشعب الموقرين اللي قدم بيان عاجل حول ازالة هذه الاعلانات علشان نفهم، ويا ريت الحكومة سواء من يقولون انه السبب وهو جهاز تنسيق الحضاري دكتور سمير غريب اللي بنكن له كل احترام، او محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير، او مجلس الوزراء يقول الموضوع عندنا واحنا اللي واخدين القرار، بس هنتلافى سلبياته بكذا وكذا وكذا، اللي احنا نكلم الناس بس نفهمهم، لكن كن فيكون دي بتاعت ربنا بس، استغفر الله العظيم.
اخر فقره النهارده معايا مع حضراتكم، هنتكلم فيها في الحقيقه عن موضوع مهم، هو دلوقتي حديث الساعه في البيوت المصريه. احنا دلوقتي في موسم امتحانات، لكن في الحقيقه كلنا ملاحظين ان عدد كبير جدا من اولادنا بيحفظوا عشان يدخلوا يحطوا كلمتين اللي حافظوهم وخلاص، وبعد كده يعني كل حاجه بتتنسي وبتتبخر. لكن احنا عايزين نتكلم النهارده في الفقره دي ازاي التعليم يبقى تجربه ممتعه، مش مجرد كلمتين نحفظهم وفي الغالب بننساهم بعد الامتحان. هنتكلم في الموضوع ده، وفي نفس الوقت معانا يعني في الحقيقه خبراء. الاول معانا الاستاذه نوال الدجوي، وهي طبعا رئيس مجلس امناء جامعه العلوم الحديثه، وايضا الدكتور محمد نجيب ابو زيد، هو عضو لجنه التعليم بمجلس الشعب، واخيرا الدكتور منال عمر استشاري الطب النفسي، عشان نشوف احنا العيب فين، العيب في الطلبه ولا العيب في درجه استيعابهم ولا العيب في حالتهم النفسيه ولا العيب في المواد نفسها ولا العيب في المدارس. يعني في الحقيقة مجموعة من المحاور هنفتحها مع ضيوفنا، لكن الأهم كمان إن ياريت حضراتكم تشاركونا من خلال موقعنا الإلكتروني، علشان رأيكم مهم واقتراحاتكم مهمة، ويارب يكونوا المسؤولين سامعيننا علشان ياخدوا بالاقتراحات دي. تحية جمهورية مصر العربية. بعد الفاصل تامر هيستقبل مع حضراتكم الأستاذ ياسر رزق.